يلا يلا بسرعة شباب بنات، أنا تأخرت شباب بنات. أيوة أخيرا راح أشوف المسلسل مالتي المفضل، الفيلم الخرافي، أحسن فيلم بالتاريخ. طبعا اليوم هو بشهر رمضان المبارك راح يطلع المسلسل المفضل مالتي اللي هو الوحش الناري. أوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلي أقعد هنا. هاي التلفزيون اشتغل اشتغل يا تلفزيون. هاي شنو التلفزيون ما جاي يشتغل شباب بنات؟ شنو المشكلة؟ لا يكون التلفزيون عطلان اليوم. والله ورطة هاي، أنا لازم أشوف المسلسل مالتي المفضل. والله العظيم أنا زعلان شباب بنات. هسه شلون أقدر أشوف المسلسل مالتي وأنا التلفزيون مالي ما يشتغل؟ والله العظيم أنا زعلت شباب بنات. أوه إيش رأيكم أروح أجيب المصلح أو الشخص اللي يقدر يصلح لي التلفزيون مالتي؟ إي والله. أوكي طبعاً أني الجولم الناري شباب بنات، أقوى وأخطر جولم بالعالم. هاي النار تشوفونها والماجما بلوك، أني ما أدمجني، شوفوا أني ما أهتم، هاي الماجما بلوك ما تخوفني. إي شوفوا اللافا، شوفوا النار. طبعاً هذا السجن مالتي اللي أسجن بيه أعدائي وأعذبهم وأقتلهم، شك واحد يحاربني راح يدخل هنا. قبل شهر تقريبا قتلت هذا الماجما، ايش اسمه؟ هذا الجولم المائي، قتلته هنا بهاي اللافا. اوكي يلا يلا مو مشكلة، خلي اروح اجيب المصلح اللي راح يصلح لي التلفزيون. اوكي يلا. لا 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 لا. هاي شنو؟ وات؟ انا اكره الماي، لا لا مستحيل هذا ماي، مستحيل هذا ماي شباب بنات. لحظة. اوكي. لا 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 لا، انا اكره الماي، اكره الماي شباب بنات، نقطة ضعف الماي. اوكي اوكي لحظة، اكره هذا الماء. اوكي مستحيل هذا الماء، من وين اجى؟ لا يكون شخص يريد يقضي علي وينتقم مني. اوف يا ربي، لحظة بس خلينا نصلح هذا الخطأ اللي صار. اوكي شباب بنات والله العظيم انا زعلت. اوكي اوكي هاي وين كانت؟ كانت اعتقد هنا يا شباب ويا بنات. لحظة اي كانت بهذا الاتجاه شباب، يمكن من هنا يمكن. اوكي والله العظيم ما اعرف هذا الماي. اكو كثير بكتات مال ماي. اوه هاي البناية الزرقاء شنو فائدتها؟ اوكي شباب بنات اني راح اروح استكشف واشوف شنو السالفة. اي لازم نروح ونشوف هذا البكت الاول والثاني، خلي نروح ونشوف شنو اللي راح يصير. والله العظيم أنا ما أعرف. أوكي أريدكم تركزون معاي وتنتبهون الأبسط الأشياء. أوكي خلينا نحسب كم بوكت موجود. لحظة حتى نعرف نحاربهم. 1 2 3 4 5، والله قليلات 5، أنا عندي لافا أكثر منها. هذا 6 7 8 9 10 11 12 13. هاي شنو؟ هذا الجيش مال بوكيتات الماء. لا انا اكره الماء، لا يا شباب لا، نقطة ضعف الماء. انتم تعرفون انه النار، انا طبعا الجولم الناري، بس تلمسني الماء، بس يلمسني الماء راح انطفي واموت. اوف يا ربي شلون ورطة هاي؟ هاي البناية زرقاء، انا اكره اللون الازرق على لون الماء. اوكي اوكي اوف يا ربي شلون ورطة هاي. اوكي هذا منو؟ هذا الشخص منو يا ساتر؟ اوكي خلي نروح ندخل الماي. لا لا اوكي اوكي ما اريد اراقب الماء، لازم ادنق راسي شباب بنات حتى ما اشوف شنو اللي جاي يصير. اوكي يلا. السلام عليكم. منو بالباب؟ ادخل ادخل. السلام عليكم عمو، شلونك؟ وعليكم السلام. اهلا وسهلا بقولم النار، اليوم نورتنا، ايش عندك اجيت اليوم؟ يعني ما تعرف ايش عندي اجيت مو؟ لا يكون تريد تشتري لك بوكت مال ماي. الحمد لله والشكر عندنا كثير بوكتات بالخارج، بس ان شاء الله السعر مال البوكت راح يكون 5 بوكتات بحباية دايموند. لا انا ما اجيت اريد اشتري من عندكم ماي. اذا ما جيت تشتري ماي يعني شنو اللي تريده؟ انا اجيت اسألك، هل انت صاحب هذا المحل او لا؟ لا مو انا مجرد عامل هنا او موظف. طيب منو المدير مال المحل هذا مال الماي؟ قل لي. شكلك ما تعرف، هذا صديقك القديم اللي هو الجولم المائي، فتح هذا المحل الجديد مثل ما جاي تشوف، وان شاء الله راح يبيع كثير بوكيتات مال ماي اليوم. ها؟ لا
لا هذا مو صديقي، هذا العدو مالتي اللدود الشرير. أنا من هاي اللحظة أعلن الحرب ضدكم. شنو تعلن الحرب ضدنا؟ احنا شو مسوين؟ ممنوع واحد يبيع الماي بهذا المكان لأن أنا أكره الماي. أوه مو أنت تكره الماي، مشكلتك هاي، أكو ناس يحبون الماي، هاي مشكلتك حبيبي. لا 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 مو مشكلتي هاي. شوف والله العظيم إذا ما تغلقون هذا المحل اليوم بالليل أقسم بالله راح أنتقم من عدكم وأشوفكم القولم الناري من ينتقم شنو يسوي. القولم البعرورة، يلا اطلع برا، راح يخوفني الغبي. روح راح أتكلم مع المدير مالتي القولم المائي وإلا أخليه ينتقم من عندك. يا ولك يا غبي. خلاص راح نشوف يا غبي. يا شباب يا بنات شنو هذا؟ مع السلامة. يلا برا اطلع. شباب بنات هذا يتحداني، ما يعرف مين اللي بده يتحدى القولم الناري، هو أدى. خلاص شباب بنات والله العظيم إذا ما أنتقم من عنده وأخليه يشوف نجوم الظهر الصبح. وشوفوا يا شباب يا بنات إيه إلا أنتقم من عنده. أوكي شباب بنات خلي اروح اجهز الخطة مالتي الشريرة. اوكي اوكي طبعا انتم عبالكم اني اعيش بهذا المكان بدون بيت؟ لا اني عندي البيت مالتي الاسطوري. اوكي خلي نشوف التلفزيون. التلفزيون بعد ما احتاجه اني، بدل ما اشوف الفيلم مال الوحش الناري اني راح اصير الوحش الناري وانتقم وادمر العالم. اوكي هلا والله بالسجن الخرافي. ان شاء الله راح نعاقب كل الناس اللي يحبون الماي بهذا المكان. يلا يلا خلي نروح وندخل للبيت مالتي ونسد الباب حتى ما حد يعرف شنو عندي اني، ونقول بسم الله. مثل ما جاي تشوفون هاي الادوات كلهن عندي، البيكوكس وهاي الادوات كلهن يا شباب ويا بنات، والماجما بلوك. يعني اليوم راح اسوي اقوى عقاب من الجولم الناري وان شاء الله ينجح ونعاقب هذا الشخص الغبي الجولم المائي. يلا يلا خلينا نبدي بالعقاب احسن انه. واخيرا شباب بنات طبعا اني الجولم المائي الشرير، مثل ما جاي تشوفون البيت مالتي كله لونه ازرق مثل الماي. اوكي يلا يلا خلي اروح للمحل مالتي الجديد. طبعا اني عندي محل جديد ما شاء الله. اوكي خليني افتح الباب. طبعا عندي هنا مسبح خرافي وهنا مسبح ثاني من الماي، لان مثل ما تعرفون الجولم المائي شنو يحب؟ اكيد يحب المتابعين، اقصد اكيد يحب الماي. اوكي احبكم والله. يلا يلا شباب بنات خلي نروح للمحل مالتي الجديد. الحمد لله والشكر. والله كفو هذا العامل اللي عندي جديد، قلت له اريدك تسوي لي بوابه دايمونديه وسواها لي. هلا والله شوفوا الاسطوره شلون راح يدخل. شنو هاي؟ هي هذا سواها على قياس الغبي، قلت له خليها 4 بلوكات مو 3. 1 2 3 قلت له 4. حسبي الله ونعم الوكيل عليه، خلي اروح اطرده من العمل احسن. يا هاي شنو هذا الاكل موجود هنا؟ يا ساتر وهاي البوكيتات هنا موجودات، هاي ايش جاي يصير هنا بالمحل مالتي؟ خلي اروح واشوف شنو اللي جاي يصير. هاي هاي اهلا اهلا سيد القولم الماي، اهلا وسهلا، نورت المحل كريم وبالكرم معروف، حاير شرده وصفنك وشان القلت هالوادم قالتها عنك. هاي شهدت مضرط هذا. هاي انا يعني مليون مره قلت لك اريد المحل نظيف، اريد الشارع اللي يم المحل نظيف، ليش اول مره مخلي الاكل هناك رامي بالشارع والبوكيتات ما مدخلين ومخليهم بالثلاجه؟ والله سيدي بصراحه انا تعبان شويه وتعرف انا صايم وشهر رمضان وناس تعبانه، ويعني ما بي حيل ادخلهم للمحل بصراحه، ليش اكذب عليك؟ يعني انا مخليك تشتغل بالمحل على مزاجك لو على مزاجي؟ والله سيدي بصراحة على مزاجي حاليا، بس ان شاء الله من يخلص رمضان راح انظف الشارع مال المحل وانظف هاي البوكتات واخليهم بالثلاجة هنا. لا 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 انا اعرف ايش راح اسوي لك، تعال اطلع منها تعال. يا سيدي ليش شكو؟ تعال شوف يعني ايش يصير لو انت هسه تجيب هذا البوكت مال الماي. اي سيدي ايش راح تسوي؟ تعال وراح تعرف. تعال يعني شنو يصير لو تجيبه وتخليه هنا بالثلاجة هاي حتى يبرد بدل ما يخرب هناك بالشارع وتخرب الشمس؟ اي والله سيدي تعبان اني، ليش اكذب عليك؟ حلو تعبان، طيب اجوا لك زبائن اليوم لو لا؟ والله سيدي ما حد اجى بس هذا القولم الناري. شنو؟ القولم الناري؟ اجى لهذا المحل مالتي يا ساتر شريد؟
يقول سيدي انتم لازم تعزلون هذا المحل وتغلقونه، واذا ما تغلقونه اليوم بالليل راح اجي وانتقم من عندكم. ويقول انت غبي. شنو؟ لا 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 لا، هذا شكل الجولم الناري مستهتر، واحد شايف نفسه على الناس وعباله هو احسن من عندنا. يا سيدي طبعا هو احسن من عندك. شنو احترم نفسك؟ لا قصدي سيدي انه هو شرير شرير. هلا اقول يلا اطلع برا، اطلع برا بسرعة. ليش سيدي ايش صاير؟ انت مطرود تطلع برا. لا سيدي الله عليك ما اريد اطلع، انا عندي عائلة وبنتي مريضة واحتاج الراتب حتى اعالج بنتي. مشكلتك هاي، يلا اطلع برا، تعال برا. لا سيدي الله عليك والله العظيم راح اشتغل، خلاص راح انظف هذه البوكيتات كلهن اجمعهن. لا بعد ما يفيد هذا الحكي، افتهمت؟ اني انطيتك يوم كامل تشتغل بالمحل وما رتبت وما اهتميت بالمحل، يعني ايش حال لو ابقيك تشتغل معاي شهر واحد او اسبوع؟ سيدي الله عليك اعطيني فرصه ثانيه، اني غلطت ولازم اصحح الخطا مالتي. لا 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 ماكو هذا الكلام، تعال وياي بسرعه. وين ماخذني سيدي وين؟ هاي البوابة أنا مو قلت لك خليها أربعة، ليش خليتها 3 بلوكات؟ سيدي أنت قلت لي خليهن أربعة، أنا خليتهن أربعة. شوف 1 2 3 4 وخليت وحدة زيادة صارن 5. ولك يا غبي مو العرض، قلت لك الارتفاع 4 يا غبي. أوه سيدي خلاص هسا إن شاء الله أصحح الخطأ هذا. طيب تعال معاي للبيت مالتي، تعال أريد أشوفك شغلة حتى تتأدب. يا ساتر راح تقتلني مو؟ يا ريت قتلك، راح اشوفك شغلة اخطر من القتل. تعال يلا قول بسم الله. بسم الله. يا ساتر اوه ما شاء الله البيت مالتك خرافي هذا. اوه شوف الحائط لونه ازرق، النافذة هاي خرافية، البيت خرافي لونه كله ازرق تقريبا. ايه لان هذا البيت المائي مالتي، وهنا انا عندي مخبأ سري. تشوف هذا المخبأ داخل اغراض خرافية. اوه يا ساتر هذا المخبأ شنو موجود داخله؟ بعدين تعرف، المهم مو موضوعنا هذا. تعال خلي اعاقبك شوية لان انت ما تعرف تشتغل. يلا موت. سيدي الله عليك لا تقتلني، الله عليك لا تقتلني، والله العظيم انا عندي بنية عمرها 6 سنوات بعد هي صغيرة ومريضة. الله عليك لا تقتلني، والله العظيم مستعد اسوي اي شيء بس لا تقتلني. لا ماكو هذا الكلام، انت تعرفني انا الجولم المائي الشرير، واذا ما راح اقتلك يعني ما راح اكون شرير، افتهمت؟ سيدي لا والله العظيم اذا عفيت عني وما قتلتني اقسم بالله ما راح اقول لاي واحد انه انت ما قتلتني. لا اني ما صدق بيك، انت خائن والخائن لازم يموت، لازم يموت. سيدي الله عليك والله العظيم بعد ما عيدها، الله عليك والله العظيم مستعد اسوي اي شيء، تريدني اقتل هذا الجولم الناري، تريدني اسرق، اي شيء تريده مستعد اسويه بس لا تقتلني الله عليك. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص بمناسبة احنا بشهر رمضان المبارك راح ما قتلك، يعني ما قتلك مقابل تسوي هاي المهمة. اوه يعني ما راح تقتلني اذا اسوي المهمة مال لايك واشتراك؟ ايه شوفوا شباب بنات، اذا تردوني ما اقتله هسه لازم كلكم تضغطون على زر اللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات وتكتبون بالتعليقات سامح حميد. اوه الله عليكم شباب بنات، والله العظيم اني مسكين وزوجتي مريضه وبنتي بعدها عمرها 6 سنوات، والله العظيم اذا اموت اني راح اصير يتيمه. الله عليكم شباب بنات، اللي يحب ماما وبابا يضغط هسه لايك ويشترك بالقناه ويفعل جرس الاشعارات ويكتب التعليقات سامح حميد. الله عليكم شباب بنات، والله اني مسكين. خلاص افتهمنا يلا مو موضوعنا هذا. تعال اني بالمناسبه عفيت عنك لان المتابعين ضغطوا لايك واشترك، فبهاي المناسبه راح ارجعك للعمل يا غبي، افتهمت؟ يعني ما راح تقتلني مو؟ اكيد ما راح اقتلك، تعال بس اذا ما تشتغل المره الجايه اقتلك، افتهمت؟ خلاص سيدي والله العظيم من عيوني، من هاي العين قبل هاي العين راح اشتغل لك وارتب لك الشركه كل هاي مال الماي. ايه كفو يلا تعال ادخل هنا، ادخل اريدك ترتب المكان كله، واني باكر راح ارجع لان عندي عمل، راح اروح لاصدقائي المائيين. يلا مع السلامه سيدي. يلا حسبي الله ونعم الوكيل. يا شباب ويا بنات يلا خلي اخذ السياره مالتي. يا شباب ويا بنات اوكي يلا خلي اروح للعمل، انا عندي كثير اعمال شباب بنات بالمدينه الثانيه. يلا خلي اروح اكمل الاعمال الثانيه وارجع لكم يا سياره الجولم الناري هاي، والله اني اكره الجولم الناري.
تفعل يا تف اكره القولم الناري شباب بنات. يلا خلي اروح للعمل احسن لي. يا شباب ويا بنات، واخيرا راح انتقم، اني القولم الناري الاسطوري. اوكي يلا. اشن هاي شنو؟ اوه هاي اني صرت قزم. اوه لا 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 يا شباب بنات، والله صرت قزم. يما اوه اخي يما 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 يما، هاي ايش صار؟ مستحيل شباب بنات، ايش صار؟ اوكي اوكي، اوه صرت قزم. لا لا شباب بنات، الظاهر شباب بنات اني ما قدرت انتقم. لا 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 لا، بسرعه بسرعه بسرعه، خلي ارجع خلي ارجع شباب بنات. اوكي اوكي، خلي اروح انتقم من عندهم يا شباب ويا بنات. يلا 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 يلا، اوكي اوكي، شوف انا شلون جاي اركض. اوكي اوكي يا شباب ويا بنات، يلا يلا يا حبايب الاساطير. اوف يا ربي اني صرت قزم، يعني بعد ما حد يخاف مني، بس انا شلون صرت قزم؟ والله العظيم ما اعرف. اوكي اوكي خلي اروح اتاكد. اوكي يا شباب ويا بنات، يلا يلا خلي اروح اشوف شنو السالفه، خلي اشوف شنو السالفه يا شباب ويا بنات. هاي هاي عمو افتح لي الباب. منو 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 بالباب؟ اني السلام عليكم. يا ساتر، هاي منو فتح الباب؟ ما حد هنا. اني باوع لي اني. اهلا اهلا وسهلا عمو القولم الزعطوط. احترم نفسك، اني مو القولم الزعطوط، اني امس اجيت لك كنت عملاق، بس اليوم ما اعرف شنو صار، صرت صغير. اوه انت مو قلت راح تنتقم من عندنا؟ احنا انتقمنا من عندك قبل لا تنتقم من عندنا. يا ساتر، ليش انتم شنو عملتوا لي؟ تعويذه لو شنو؟ تتذكر انت من قلت راح تنتقم وتدمر هذا المكان؟ اي صحيح، احنا رحنا اتفقنا مع الساحر او الويتش وقلنا له يرمي عليك تعويذه يحولك بها قزم حتى نضحك عليك. هلا بالقولم الزعطوط. اي لا تقولي قولم زعطوط، قولم زعطوط، قولم طفل. لا شباب بنات، لا 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 هروب، خلي اروح شباب بنات اسوي مقلب بيهم او انتقم. اي لازم انتقم. والله شكله هذا الساحر اجالي واني نايم ورمى علي تعويذه واني ما انتبهت او ما اعرف. اي شباب بنات، حسبي الله ونعم الوكيل، اني لازم انتقم يا شباب ويا بنات من هذا الشرير. اي لازم انتقم من عنده. تعرفون شنو راح اسوي؟ نجيب هذا الماغما بلوك. اوكي شباب بنات لحظه نجيب الدور هذا. لا انفتح يا باب، شوفوا شنو اللي راح اسوي، والله العظيم راح تنصدمون انتم. نجيب الباب هذا نخليه بهذا المكان. اوكي 1 2 3 يا شباب ويا بنات. اوكي بهذا الشكل راح نكمله. طبعا هسه انتم تقولون شنو راح تسوي يا عمو القولم الزعطوط؟ هسه راح تعرفون شباب بنات، بس راقبوا وتعلموا. راح اسوي فخ خرافي بهذا المكان. اوكي شباب بنات يلا يلا ما بقى شيء، راح اسوي لهم فخ حتى اصيدهم واعاقبهم لانهم حولوني قزم. وهسه كل اصدقائي القولم الناريين اذا يشوفوني حاليا اني صغير يطردوني من الجروب، وبعد ما حد يحترمني وما يخافون من عندي. لا 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 لا، انا ما اريد اي شخص يشوفني يا شباب ويا بنات. اي ما اريد اي شخص يشوفني انه اني قزم. اوكي اوف يا بطني اخ بطني. اوكي اوكي الحمد لله وشكر. اخي يمه الحمد لله والشكر، اني راح اكمل هذا التصميم يا شباب ويا بنات. اوكي بهذا الشكل ان شاء الله يا شباب ويا بنات. لا اوكي 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 يا شباب ويا بنات، يلا يلا ما بقى شيء ما بقى شيء، راح نكمل التصميم ان شاء الله يا حبايب الاساطير. اوكي اني ما اخاف، اني ما اخاف يا شباب ويا بنات، اني شجاع، اني بطل. اوكي هاي تمام. هسه بعد شنو هاي؟ لازم ايضا نكملها بهذا الشكل، شوفوا بهذا الشكل لازم نكملها يا حبايبنا الاساطير. هسه نرتفع شويه، شوفوا بهذا الشكل راح نكملها ان شاء الله. هسه تقولوا لي هذا بيت، اني اعرف هذا بيت، بس مو بيت عادي، راح يكون بي المقلب مالتنا ان شاء الله. اوكي يلا حبايبنا الاساطير، يلا يلا ما بقى شيء ما بقى. اوكي هاي نخليها هنا. اوكي يلا حبايب. اوكي اوكي 1 2 او خلاص، والله خلص تقريبا. اوكي يلا حبايب ما بقى شيء، طبعا هذا البيت راح ترسى ان شاء الله TNT واخدعهم وافجر عليهم. والله العظيم مقلب خرافي هذا. اوكي 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 يم 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 يم. اوكي اوكي زين ما طحيت، هسه لازم ذني نكسرهن بهذا الشكل يا شباب ويا بنات.
نخلي هنا نافذة. النافذة أوه ما عندي نوافذ، لا والله عندي نوافذ، أني أسطورة يا شباب يا بنات، عندي نوافذ، عندي كل شيء يا شباب ويا بنات. أوكي نجيب النوافذ هاي، أوكي أوكي نخليها بهذا المكان الخرافي تمام. هسه ايش راح نخلي؟ نخلي نافذة أيضا من هذا الاتجاه، لا خطأ 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 يا شباب ويا بنات، نخلي النافذة الثانية بهذا المكان، هاي الماك بابلوك نرجعها. هسه ايش راح نخلي هنا؟ عبالكم خلصنا؟ لا يا شباب ويا بنات، هنا راح نخلي شغلات خرافية إن شاء الله. أول شغلة هاي أوكي شباب بنات، نخليها 1 2 3 4 5 لهذا المكان، اوكي 1 2 3 4 5 هلا والله يا شباب ويا بنات. اوكي بعد شنو نجيب هاي يا شباب؟ هذا الفنس نخليه بهذه الطريق، اوكي حتى ما حد يقدر يكسر هذا المكان مالتنا الخرافي. اوكي تمام شباب بنات بهذا الشكل، هلا والله كملنا الحمد لله والشكر. هسه بعد شنو نخلي؟ هذا اللون اليلو او اللون الاصفر يا شباب ويا بنات لازم نخليه بهذا المكان يا شباب ويا بنات. اوكي بهذا المكان لازم يكون اللون اليلو او الاصفر. اوكي اوكي يلا يلا يا شباب بنات ما بقى شيء، كسرنا كل هذا الحمد لله والشكر. اوكي طبعا شباب بنات انتم حاليا ما راح تعرفون شنو اللي جاي يصير لحد ما يكمل المقلب هذا او الفخ. اوكي يلا شباب بنات يلا 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 ما بقى شيء. اوكي الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر، كملنا المقلب هذا. اوكي اوكي خلينا ندخل من تحت الارض. اوكي اوكي شباب بنات تمام تمام تمام. هسه نجيب اللون الاصفر، هذا اللون الاصفر اعتقد عندي غير اللون الاصفر. اوكي لحظه لحظه هسه نروح نتاكد يا شباب ويا بنات، اعتقد عندي لون احمر ما متاكد اني بصراحه. تمام تمام اوكي اوكي يا شباب ويا بنات يلا يلا ما بقى شيء ما بقى شيء، كملنا هذا كله الحمد لله والشكر. هسه نجيب اللون الاصفر، اوكي خليه بهذا الشكل، هلا والله. اوكي اوكي اقدر ادخل هنا أنا. اوكي اول مرة ادري. تمام 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 اوكي الحمد لله والشكر يا شباب ويا بنات، كملنا المقلب. اوكي هسه شنو اللي ناقصنا؟ ناقصنا تجيب لنا فنس، اريد فنس فنس فنس، العفو مو فنس شو اسمها؟ ايه هاي لقيتها. اوكي شباب بنات طبعا انتم ما تعرفون شنو اللي راح يصير، شوفوا شباب بنات الجولم المائي يريد ينتقم من عندي وقال راح يجي لي اليوم على اساس ينتقم من عندي، فاني شنو راح اكتب له هنا؟ راح اكتب له اكره، لحظه اتحداك تدخل تدخل داخل البيت يا عمو الجولم المائي الفاشل. طبعا كتبت له اتحداك تدخل داخل يا عمو الجولم المائي الفاشل، هو راح يعصب ويقول اني مو فاشل اني اسطوره، وراح يدخل هنا شباب بنات واني راح اغلق عليه الباب وافجر المكان كله. اي شباب بنات يلا يلا اني خلي اختبئ، تعرفون وين راح اختبئ يا شباب؟ شوفوا 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 وين راح اختبئ، لا لاحظوا لاحظوا يا شباب ويا بنات راح اختبئ فوق هاي البنايه حتى ما يكتشفني. اي اي شباب بنات خلي اختبئ هنا واراقبه، وبس يجي راح انزل بهذا الشكل بسرعه واسد الباب عليه وافجره. طبعا حاليا ما عندي تي ان تي، خلي اروح اجيب لي تي ان تي احسن لي يا شباب ويا بنات. اوكي اجيب لي تي ان تي وريدستون تورتش. اوكي يا شباب ويا بنات ليتس جو. فاوكي شباب بنات وصلنا لنهايه المقطع، لا تنسون هسه اللي اريده من عندكم، يعني لا تنسون هسه تضغطون على زر اللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات، وأتمنى مقطع اليوم عجبكم يا شباب ويا بنات، وأيضا لا تنسون تتابعوني على الإنستغرام، رابط حسابي مال الإنستغرام بالوصف، كلكم تابعوني. وآخر شغلة أحب أقولها، تابعوني على البث المباشر برنامج نيمو تي في، كل يوم أسوي بث مباشر برنامج نيمو تي في، وما أحب أطول عليكم أكثر، حساباتي بالوصف من نيمو تي في، وبس مع السلامة. يلا يلا خلي أروح أجيب لي تي أن تي أحسن لي يا شباب ويا بنات من ذاك البيت الأحمر. أوكي وبس مع السلامة.